بالنسبه للكعب باين القدمين هي بتقول ترطيب القدم وتشققات تشققات كربميد مع جليسوليد، تعمليهم تركيبه واحده، الجليسوليد الاحمر بتاع زمان ده مع الكربميد ده من افضل المرطبات او اعلاهم للكعوب، تفتيح المناطق الحساسه، ممكن تقشير بالكربميد برضو اللي هو بتاع الكعوب ده نفسه. الكربميد ده نفسه ممكن يتعمل لمدة ساعة، يتحط لمدة ساعة وبعدين يتشطف وبعدين يتحط كريم تفتيح طبيعي زي لايت اب او الستارفيل وايتنينج او انفينيتي وايتنينج او ابيك وايتنينج، اي كريم تفتيح طبيعي ما يكونش فيه مقشرات. وبحذر الناس بلاش استعمال المقشرات في المناطق الحساسه، بلاش ميلوكين، بلاش اسمه ليكوسيد ار، بلاش تريتوس بوت، كريمات اللي هي بتاعه التقشير الشديده اللي بتحتوي على هيدروكينون بتعمل التهابات شديده، الالتهابات دي بتزود الامر سوءا. صح، هي هتقشر وتفتح بس ممكن تعمل التهاب جامد، الالتهاب ده يخلي الدنيا اكثر اسمرارا من الاول.